الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأت المرأة أنها تلبس فستان الحناء في المنام علامة على اقتراب الزواج لها، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تلبس فستان الحناء في المنام علامة على السعادة الزوجية المستمرة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تلبس فستان الحناء في المنام علامة على اقتراب خطبتها أو زواجها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم حذاء باللون البنفسجي في المنام علامة على الارتقاء والمكانة العلية التي يصل إليها الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أنه يلبس حذاء بنفسجي في عمله في المنام علامة على الترقية في هذا العمل، والله أعلى وأعلم. يعبر اللون البنفسجي في المنام عن العزة والكرامة والخير لصاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم إكسسوارات باللون البنفسجي علامة على السعادة التي يعيش فيها الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. رؤية اللون البنفسجي للمرأة المتزوجة علامة على السعادة الزوجية، والله أعلم. كما يعبر رؤية سروال باللون البنفسجي علامة على البهجة والسرور القادمة لصاحب الرؤيا، والله عز وجل أعلى وأعلم. اللون البنفسجي في المنام علامة على الكرامة والعزة لصاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان أنه يلبس ثياب باللون البنفسجي علامة على الغنى القادم له، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم الأفندر في المنام علامة على الأمور الغير طيبة والغير سر في حياته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل